بدأت الحياة تعود رويدا إلى مدينة الجنينة بعد أن شهدت انفلات أمني صارخ راح ضحيته عدد من المواطنين على خلفية الأحداث التي شهدتها محلية كرينيك. تعزيزات أمنية دفعت بها القيادة المركزية لوضع حد للاقتتال الدائر بالمنطقة. لتلحق بهذه التعزيزات زيارة لوفد مركزي بقيادة عضو المجلس السيادي عبد الباقي عبد القادر زبير يرافقه الجنرال الخميس عبد الله بكر والي غربي دارفور واعضاء حكومته ولجنه امنه. وفور وصوله قياده الفرقه 15 مشاه تلقى تنويرا ضافيا حول الاوضاع الامنيه بالولايه سيما محليتي كرينيك والجنينه والتدابير التي اتخذت للحيلوله دون وقوع مثل هكذا احداث. الى ذلك عبر السلطان سعد عبد الرحمن بحر الدين سلطان عموم دار مساليد عن تطلعات مجتمع غربي دارفور في ان تحقق زياره وفد السيادي اهدافها الامنيه والإنسانية. نحن الآن يعني نتطلع يعني بحضور الوفد أو بقدوم الوفد السيادي الذي أتى إلينا من المركز بأن يحمل معه بصدق وبأمانة كل ما حدث في منطقة كرينيك وكل ما حدث في منطقة الجنينة. ونحسب أن في منطقة كرينيك فقدنا من الطرفين حقيقة أبناء عزاز وفقدنا شباب كان يمكن أن يساهموا ويشهموا في بناء هذا الوطن، وفقدنا أيضا يعني أساتذة أجلاء وفقدنا يعني كوادر صحية وفقدنا الشباب هو الأهم حقيقة من الطرفين. زيارة لعضو المجلس السيادي عبد الباقي عبد القادر الزبير يرافقه وزير الدفاع ووزير الصحة للوقوف على الراهن الأمني بغربي دارفور، زيارة بأجندة محددة في أن تعالج العديد من الملفات الأمنية والإنسانية على أرض الواقع، فيما يتطلع إنسان ولاية غرب دارفور إلى طي ملف الاقتتال والقطيعة فيما بين المكونات. الرشيد جلال، تلفزيون السودان، ولاية.